الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نحمده ونصلي على رسوله الكريم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم الجمعة سيد الأيام قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصا أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى أمهما سيدة النساء العالمين سيدة فاطمة الزهرة سلام الله تعالى عليها وعلى سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين وعم رسول الحمدة والعباس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي للصلاة حي للصلاة حي للفلاح حي للفلاح قد قام للصلاة قد قام للصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صفحة سیدھی فرما لیجئے صفحة درست کر لیجئے الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بنزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بتغواها
إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ گرویل کی وہی افر پر جمع پرے بیان سید فصیح الدین سرودی صاحب. اللہ تبارک و تعالی ہمارا جمعہ قبول فرمائے. وی ریکویسٹ ہیم پلیز میک دعا فار اس آل اینڈ اسپیشلی دوز ہو ار سفرنگ. اور برادر طاہر ہاشمی از ہز مدر پاسڈ اوے ان پاکستان ان الراجون. And also our volunteer Abdul Rashid bhai, his mother passed away here, and our salat of janaza is tomorrow after Zohr. And also please make dua for us all and those who are suffering, especially the ill brother Muhammad Yasin Abdul Hamid Haji Haya Mudin and Azhar Muhammad Deen and all other brothers who are asked for dua. تو محمد رضا شاہ باوا، وسیم ملک، ندیم محبوب، منیر سمن، محمد منیر سمن کے لیے اینڈ اسپیشلی دی آور آل مینجمنٹ آور مسجد اینڈ پیپل سفرنگ ان غزہ اینڈ فلسطین، سب کے لیے آپ دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و محمد و علی سیدنا و محمد و بارک و سلم علیہ. اللہم انت السلام و منک السلام و علیک یرجو السلام. حینا ربنا بسلام و ادخلنا الجنة دار السلام. تبارک ربنا وتعالیت وتکرمت یا ذا الجلال والاکرام. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. الہ العالمین ہماری نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. حضرت علامہ حافظ اکرام صاحب نے جن مرحومین کی دعا کے لیے کہا ہے الہ العالمین سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور جن بیماروں کے لیے خاص طور پہ دعا کے لیے کہا گیا اللہ ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. مسجد حاضر کی انتظامیہ کو دین دگنی رات چوکنی ترقی عطا فرما، برکت عطا فرما، اس مسجد کو آباد و شاد فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی الہ العالمین مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی الہ العالمین مدد فرما. اپنے محبوب کے صدقے میں سب کو، ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشی و زینت فرشی و قاصب رزقی محمد و علی آلہ و اصحاب اجمعین برحمتک.
جزاك الله.